مرحبا، بوب فيز قررت انه تجيب روبلوكس اللعبة يلي بيلعبها الملايين يوميا لتصير جزء من المناهج ويستفيد منها الطلاب ويتعلموا هني وعم يلعبوا الـ AP Computer Science وتصير جزء من المنهج. تعلموا الكودينج من خلال برنامج لوا للبرمجة، صمموا عالم روبلوكس الخاص فيكن وصيروا روبلوكس جيم ديزاينرز. المنهج مصمم من 5 وحدات. تعلموا من المحاولات ومن الأخطاء اللي بترتكبوها. صمموا الصف الافتراضي وادعوا الطلاب لينضموا لإلكن من خلال إدخال كود، وهيك بتبلش اللعبة والتعلم بنفس الوقت. ومن خلال الأوفرفيو بتقدروا تشوفوا بالتواريخ المهمات يلي اعطيتوها عددهم واللي أنجز منها والأساينمنتس وعدد الإكزامز. كده بيظهر لكم درجات التقدم والنتائج بالتفصيل، الوحدات، الأساينمنتس والإكزامز، وأكيد البروجيكتس.